قال لي بدي اطلع يابا مشوار في السياره. قلت لا انا يابا بطلع معك يعني، ما بخليكش تطلع لحالك انت في السياره لان رخصتك جديده. روح طلعت عشا وهيني عند ستك او عند خالتك بتلاقيني. رجعت على الدار ما لقيتش شيء، اتصلت عليه تلفون ما ردش. قلت معناتها بجوز طلع لحاله وبديش يزعلني او اشي يرد علي هيك بيجي. ففتحت الفيس بطلع في الفيس هيك فشفت الخبر، شفت السياره يعني عرفت من السياره.